يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالا لما يريد. أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت. يا مغيث أغثني، يا مغيث، يا مغيث. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من اعتز بك فلا يذل، ومن اهتدى بك فلا يضل، ومن استكثر بك فلا يقل، ومن استقوى بك فلا يضعف، ومن استغنى بك فلا يفتقر، ومن استنصر بك فلا يخذل، ومن استعان بك فلا يغلب، ومن توكل عليك فلا يخيب، ومن جعلك ملاذا فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد اهدي إلى صراط مستقيم. اللهم فكن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. ربي عبدك قد ضاقت به الأسباب وأغلقت دونه الأبواب، وبعد عن جادة الصواب، وزاد به الهم والغم والاكتئاب، وانقضى عمره ولم يفتح له إلى فسيح مناهل الصفو والقربات، وأنت المرجو سبحانك لكشف هذا المصاب، يا من إذا دعي أجاب،
يا سريع الحساب يا رب الأرباب يا عظيم الجناب يا كريم يا وهاب. ربي لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني إلى حولي وقوتي وارحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيرت في أمري وأنت العالم سبحانك بسري وجهري المالك لنفعي وضري القادر على تفريج كربي وتيسير عسري. اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين. اللهم ارحم تضرعنا بين يديك وقومنا إذا عوججنا وأدعمنا إذا استقمنا وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجاب يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم لا تردنا خائبين وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين. اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بخير ما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأستعيذ بك من شر ما استعاذ به سيدنا محمد. يا رب اللهم يا عزيز يا جبار اجعل قلوبنا تخشع من تقواك اجعل قلوبنا تخشع من تقواك واجعل عيوننا تدمع من خشياك واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب الذي يسر هذا الدعاء اجعله مع حبيبك ورسولك المصطفى في الجنة. اللهم اختر لنا لأفضل في كل أمور حياتنا. اللهم إني أستخيرك وأحتجب بك من كل شيء خلقته وأحترس بك من جميع خلقك وكل ما ذرأت وبرأت وأحترس بك منهم وأفوض أمري إليك وأقدم بين يدي في يومي هذا وليلتي هاته وساعتي هذه وشهري هذا. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي والرضا بما قسمته
لي يا ذا الجلال والإكرام.